المفكر اليساري اليهودي والأمريكي نوم تشومسكي زار معتقل الأخيان في ختام زيارته لبنان، معلنا أن الانتصار الذي حققته المقاومة هو انتصار لكل الشعوب التي تناضل ضد الظلم والقهر. إن كامل أي طائرة التجسس الإسرائيلية كانت أول المستقبلين للمفكر اليساري اليهودي والأمريكي نوام تشومسكي خلال زيارته معتقل الخيام، إلا أن تشومسكي أثر أن يختار لأم كامل أبغض الصور عندها، فابتسم مصافحا مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله نبيل قاووق ليدخلا معا قاعة شهداء المعتقل. تشومسكي الذي جال في أرجاء المعتقل برفقة زوجته والأستاذ الجامعي فواز طرابلسي أصر على البقاء داخل إحدى الزنازين فترة قصيرة، مشيدا بصبر المعتقلين على قسوة وألم سنوات الاعتقال ومؤكدا أن المعتقل لا يختلف عن غوانتانامو. واختار المفكر اليساري آلة إسرائيلية مدمرة ليعلن من أمامها أن كل الأسرى في العالم يجب أن يتم تحريرهم سواء في إسرائيل أو في المعتقلات الأمريكية. وردا على سؤال حول موقفه من الذين يكرمون السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون بولتون، قال تشومسكي: حسنا، لديهم خياراتهم ولديهم ضغوطاتهم التي عليهم أن يتعاملوا معها. عندما احتلت اليابان آسيا وارتكبت فيها الفظائع، كان هناك آسيويون يكرمون اليابان لأنهم كانوا يتبعون الإمبريالية. وعن موقف الولايات المتحدة من الزيارة قال: لا أعلم تماما ما ستكون ردة فعلهم ولا يهمني أن أعرف. تشومسكي أبى إلا أن يرد التحية لطائرة الاستطلاع الإسرائيلية. القوى الإمبريالية تفعل ما تشاء، وما دامت واشنطن تسمح لهم بذلك فسيستمرون حتى يعلم الشعب الأمريكي ويمنعهم. يجب على الأمريكيين أن يقفوا ذلك. ابتسامة إضافية التقطتها إم كامل لتشومسكي الذي تسلم من قاووق صورة تذكارية عن ذكرى التحرير، ابتسامة أرفقها تشومسكي هذه المرة بأمنية لقاء مقبل في مزارع شبعة بعد تحريرها.